الاسماعيلي يحقق فوز هام جدا على فريق انبي بهدفين مقابل هدف واحد تحت قياده فنيه للكابتن ايمن الجمل في المباراه الثالثه ليه. كابتن ايمن في البدايه بنبارك لحضرتك، يمكن بنتابع المشهد في الفتره الماضيه داخل النادي الاسماعيلي، ثلاث مباريات لحضرتك مع نادي الاسماعيلي، الاداء اتحسن وشفنا بالتاكيد مباراه بيراميدز وفيوتشر والنهارده فوز على انبي، يعني عايز حضرتك تقول ايه النهارده وانا شايفين كمان الاجواء ما بعد المباراه، كنت حضرتك بتتكلم مكسب مكسب يرجع نادي الاسماعيلي تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البدايه طبعا الحمد لله رب العالمين على الاداء والنتيجه وعلى الروح والرجوله اللي انا مصمم ان من اول ماتش فوتشر قلت احنا كسبنا روح جديده في الفرقه، والحمد لله الروح بتزيد والاداء بيستمر بفضل ربنا، كنا متعشمين في ربنا انتاج تتحسن وتحسنت، وده بيجيب ان شاء الله هجيب ثقه ان شاء الله. سعيد جدا النهارده بالثلاثه بونت اللي احنا كنا يعني لينا احقيه شويه في الماتشين فاتوا، كنا ممكن نخرج بنقط اكتر من اللي خدناها، كل الشكر والتقدير للعيبه الرجاله قوي اللي انا شكرتهم الماتش اللي فات وهم خسرانين، شكرتهم ماتش فوتشر وهم متعادلين، وبشكرهم النهارده كمان، والشكر مستمر وموصول، كل الشكر والتقدير لمجلس اداره للعميد احمد النجار. يعني عايز اقول ان المباراه النهارده مباراه صعبه قوي، مش بس في الملعب، لا مباراه صعبه كمان قبل الملعب، الضغط النفسي اللي على الولاد اللي قبل الماتش، الترتيب، المركز، كل الاسماعيلي ممكن يروح حته مختلفه يا كابتن في الجدول. بص يا شريف، انا كلمتك بعد الماتش اللي فات قلت لك احنا نادي الاسماعيلي ونفسنا ان شاء الله نشتغل في كده، وقلت لك انا مش عايز اتكلم في اهداف بعيده شويه، لكن احنا كل تفكيرنا دلوقتي نخرج من الحته اللي احنا فيها، نخرج من المكان ده، وانا متاكد باذنك يا رب ان شاء الله كل ما هنقرب كل ما الثقه هتزيد، كل ما ملف المؤسسه الجماهيريه لنا هتزيد، مجلس اداره هيقدر يتعامل مع الامور، انا ان شاء الله خلاص يعني في امور كثيره جدا اتحلت او بدات تتحل وفي امور هتحل، وده انا متفائل عشان كده ان شاء الله اللعيبه المصابه ترجع ربنا يكرم ان شاء الله. يمكن يعني الفرحه النهارده كبيره جدا، ممكن النهارده عندي اثنين لعيبه ممكن مش موجودين المباراه الجايه، فهي دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تعمل لي مشكله شويه، لكن ان شاء الله هنقدر ربنا يوفقنا ونقدر نعالجها ان شاء الله. متعصبي جدا الفتره الجايه من كل الاتجاهات بصراحه، الفتره الجايه ولا الفتره اللي فاتت؟ الفتره اللي فاتت اقصد طبعا واللي جايه. بص يا شريف، تاني هقول لك لازم تتعامل مع امر واقع، وتاني بقول يعني ان شاء الله في يعني مهما كان المشكله كبيره او في ازمه فان شاء الله بيبقى ليها حل، حتى في اسوء ظروف ان انت بتتعامل مع المشكله بان انت خلاص بقى يعني تستبعد العنصر اللي عامل المشكله او ان انت تتعامل مع ادوات اخرى، لكن لازم تتعامل مع المشكله. بصراحه اللعيبه عشان بس يعني ممكن بعض الناس ممكن تكون شويه وصل لهم ان اللعيبه شويه كانوا اخذين موقف ولا حاجه، بالعكس خالص، انا تاني بقول انا اللي قلت ان انا اتعامل مع عامل نفسي، والحمد لله جاب اثار ايجابيه بفضل ربنا، فور كان عندنا اجازه بعد كان عندنا تمرين بعد الماتش اللي فات، اديت اجازه عشان اللعيبه تخرج، فانا بشكر اللعيبه جدا بتلعب تحت ظروف صعبه قوي سواء جوه الملعب او بره الملعب، وكل ثلاث اربع ايام ماتش زينا زي الناس الثانيه، لكن في الظروف اللي احنا فيها ان هم يخرجوا من الحاله اللي كانوا فيها ويبداوا النهارده البدايه القويه دي الحمد لله ويحافظوا على الماتش لغايه اخر وقت وندعم جون ثاني، ده انا بشكرهم جدا. شكرا يا شباب، متشكر. اكيد ده كان لقاءنا مع الكابتن ايمن الجمل المدير الفني للنادي الاسماعيلي، والان العوده من جديد واستاد مصر.